جيجي خد بالك من السوق. واحنا اللي قاعدين لسه هنا في القاهره قلوبنا كلها معاكم، وارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا وصلوا قد ما تقدروا قد ايه ان احنا مع المقاومه الفلسطينيه كلها مع كل فصائلها وضد الاحتلال السوري. دلوقتي نص القافله عدى عن طريق معديه العنطره، 5 اتوبيسات بشكل سلس. نص القافله هيعدي من على كوبري السلام برضو، ودي حاجه غريبه شويه في القوافل، عاده ما كانتش بتمر بسهوله دي، وكان بيبقى فيه تفتيشات كتير وتعطيل كتير. احنا لحد اللحظه دي ما احناش لسه قادرين نحدد ايه اللي ورا الموضوع، لكن في حاجه سياسيه في الموضوع ممكن نفهم ابعادها عند المعبر او في قطاع غزه. طب انت متوقع ايه بعد اللي حصل دلوقتي؟ يعني بعد اللي حصل معانا في الطريق لحد هنا اتوقع ان القافله هتوصل على الاقل لرفح، وقد تدخل الى غزه. الناس رافضه ان هي ترجع، كل الناس يعني مفيش حد اعتقد عنده كنترول على كل الاعداد اللي موجوده في مصر، مفيش حد يقدر يعني هو اللي يلمهم يقول لهم روحوا او ارجعوا. الناس دي طالعه حمله شعبيه، يعني مش لا حزب هو اللي منظمها ولا حاجه، الناس دي من كافراد حمله شعبيه قررت ان هي تنزل. عشان طب هو حصل ايه اصلا؟ هم اللي حصل ان هم بعد ما يعني التسهيلات اللي حصلت دي كلها ان هم مجموعه من الكذابين مالهمش كلمه قطعونا يعني اكتر من ساعه الا ربع، بيقولوا ان هم في اعتراضات على الطريق. يعني انت عارف ان في اعتراضات على الطريق ومش قادر انت تتعامل، فهي اكذوبه يعني او اي تلاكيك في ان هم لا اكذوبه بالذات، اكذوبه بالذات لانه عشرات العربيات والاتوبيسات بتعدي، فيعني هو مقرر يضحي بكل الناس دي باعتبار في خطر على الطريق واحنا بس الفله. هي كذبه جديده لاستمرار الحصار على غزه والاستمرار الدور الزفت اللي بيلعبه السيسي في دعمه لاسرائيل. نقطه من الاستمرار زي ما بيقول لك المعبر مفتوح وتكتشف انه 11 و12 جريح اللي دخلوا، ويقول لك معبر مفتوح تكتشف عربيتين اللي دخلوا مساعدات. كل يوم بيثبت اكثر ادانه عبد الفتاح السيسي وعملته لكيان الصهيوني والامريكا. الشباب بيحاول يضغط دلوقتي وهيحاول Thank you.
بص يا سيولي يا شباب صور صور يا عصفوره صور يا عصفوره صور صور يا عصفوره احنا الاصل وانت الصوره احنا الاصل وانت الصوره تخون افكارك اوعى يا مصر تخون افكارك كان دي ديفيد عاري وعارك 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 تسكت تسكت اسرائيل تسكت تسكت اسرائيل بنردد عاجل ورجيل بنردد عاجل ورجيل بنعاديك يا اسرائيل بنعاديك يا المحتل نفسك يا وطن المحتل غير المدفع ما في حل غير المدفع ما في حل كرتونات كرتونات وكلاب غبية وحصاصات ايوه نوايا كون العساكر زي جبهة والعدو صبيان بلدنا والبنات وميت بيه وباشا وكاب افندي والنسور مالية الكتوف ونجوم رتابهم طالعة والستوه مالية القلوب الصف يا خوف وشتيمة لأمي وأم أمي واللي جابني واللي جابك واللي عايش واللي ميت حتى دينا السب طاله والكلب ابن الكلب مفروض إنه ظابط واقف مبتسم الملحمة بدأت خلاص الملحمة بدأت خلاص وسط الميدان والظلم بان عصيان حديد بالكهرباء والغاز يصير الدمع ريحته مقربة ومفيش من الموت مهربة يا نموت هنا يا نموت هناك روايته صعد اربع مرات وطبعا احنا في رمضان وهو صايم يعني فمصدقينه وبعدين سألنا مدير المباحث طيب مين في هذه البلد اللي ممكن يبقى معترض يا جماعه اه ان احنا نمر من هنا ونوصل لحد حتى العريش فقال فهو الراجل مشكورا وبرده في رمضان صريح وصادق قال انه المخابرات العامه يعني خايفه علينا ورافضين ان احنا نمر دلوقتي الاقتراح في كذا اقتراح في الحقيقه الاقتراح الاولاني ان احنا نظل كما نحن وما فيش امل في انه يبقى في مرور بس هنقدر نعبر عن نفسنا ونقول اللي احنا عايزينه اكتر الخيار الاخر ان احنا بعد ما عملنا هتافاتنا ورفعنا صوتنا هنعمل الحل الثاني ان احنا بعد ما هتفنا وعلينا صوتنا وقلنا اللي عندنا هنقف هنواجه أسئلة الإعلام اللي كان موجود معانا واللي شهد كل اللي حصل النهاردة تمام وبعدين هنلف ونرجع وهنبقى في فعالية تانية في القاهرة كل مجموعة جاية مع منسق ليها اتفهموا زي ما انتوا عايزين ده رأي حضرتك احترمه برضو لو ده تحريك رأي احترمه لكن أستاذ خالد علي في الحقيقة قال جملة وأنا مش قادرة أعديها أستاذ خالد علي قال إنه إحنا مش عايزين في النهاية نبقى عادين علشان بعد كده يبعتوا يجيبوا الدعم وانتوا عارفين الطريقة التقليدية واللي إحنا حافظينها ومن هنا والعساكر ويحصل اللي هيحصل وبعدين نقعد بقى نجري نشوف ونتحايل ونترجع على نسيب مين ونخرج ليه إحنا مش مصدقين يا أستاذة إحنا إحنا مش كلام على الواقع برضه كلام على الواقع إحنا أنا قلت الكلام ده كله هناك خلاص يبقى إحنا كلنا عاقلين لما بنقول كده بس إحنا دلوقتي عايزين احنا دلوقتي عايزين ناخد قرار وقرار سريع
وتشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، ويبقى يعني القرار ده نابع من غالبيه الناس وممكن ما يبقاش من كل الناس. الكلمه اللي قالها استاذ هيثم بتاعه السواقين دي موضوع مهم، ان انا شايفه فيه تراجع من جانب السواقين، فارجوكم نمشي على رجلين، ارجوكم السواقين فكروا خدوا قراركم، واحنا هنبقى اخر ناس تتحرك. احنا هنقعد نفطر. الواقع ان هم رفضوا دخول الادويه ورفضوا دخول القافله تحت دعوة ان هم مش عارفين يامنوا دخولنا لحد العريش. فقط لما نبقى جايين المعبر بيتفتح، المعديه اتفتحت لينا، بيجي في بلوزه يقول لنا انا مش قادر امن الطريق ليكم تحت دعوه ان هو خايف علينا. هو مش خايف علينا، هو مانع التضامن مع اهالي غزه، هو مانع التضامن مع فلسطين، هو رافض الادويه انها تدخل. ده اللي هم بيعملوه، كان بيدل على شيء فبيؤكد انه غزه محاصره من هذا النظام، وحتى من على بعد مئات الكيلومترات من قلب سيناء يتم منع القافله الشعبيه من استكمال طريقها. احنا بنعمل مؤتمر صحفي توضيحي بعد ما منعنا من استكمال المسير لقطاع غزه. هو في ايه وعايزين ايه؟ ما يعني ما عنديش تعليق، ما عنديش تعليق غير يعني رئيس الجمهوريه اللي موجود دلوقتي. يعني انا عايز منك تفسير ماشي، احنا نتمنع ما عنديش مشكله، ولا تحافظوا علينا وامنيا من كل الكلام اللي احنا سمعناه ده، مش القافله الطبيه ما تخشش ليه والصادر الكلام ده، فانا مش قادر افهم اللي حصل. ان هم فجاه بدون اي مبررات بقوا متعاونين جدا، بيعدونا بسهوله من كارتة اسماعيليه، بيعدونا بسهوله من انطره المعديه في انطره غرب، ومفروض كنا نقعد 3 ساعات، الموضوع ما خدش ربع ساعه، وعارفين ان احنا رايحين غزه، والظباط والعساكر بيروحوا، انتوا رايحين غزه، بيقولوا احنا معاكم بنأيدكم، وشويه التلاعب والمراقبه اللي هم بيعملوها. بعد 200 متر نقف في كمين بلوزه، الظابط يقول لك انا ما عنديش معلومات بالكلام ده، ويقول لك ال 200 متر دول يفرقوا هنا اداره امنيه وهنا اداره امنيه، ويتعنت ويمنعنا من دخول استكمالنا العريش ثم رفح، دخول مساعدات ودعم اهلنا في فلسطين، وتبرير واهي يقول لك احنا خايفين على ارواحكم، رغم ان كل شويه اتوبيسات شرق الدلتا واتوبيسات النقل والعربيات بتخش وتعدي بكميات كبيره، فهو عن تعنت مباشر ان القافله دي يتم استهدافها بشكل واضح ومنعها من الدخول هنا، ثم التلاعب بمن فيها في عمليه اللي هم يسمعوا لهم انطره ثم يمنعوهم بعد 200 متر. هي دي السلطه الحاليه اللي بتحاول تخلي منظرك كويس قدام المصريين وقدام القضيه، هي عمرها ما تكون منظرك كويس بشكل مفرط الدنيء امام القضيه وامام الثوار في المنطقه دي. خطر، احنا هنعرض ارواحنا للخطر، وطلبنا كمان ان احنا نكتب اقرار جميعا ونوقع عليه ان احنا مسؤولين عن ارواحنا وان احنا مسؤولين عن القافله، ومع ذلك هم رفضوا. فما فيش جديد، لا جديد. الجديد النهارده ان الرساله وصلت برضو، وان دي مش هتكون اخر قافله، لا هيعرفوا يوقفوها، هيوقفوا قوافل تانيه، واحنا هنقوم بقوافل تانيه، والثوره مستمره سواء هناك او هناك. نظام كامب ديفيد، نظام كامب ديفيد الحاكم في مصر بيحاول انه يفصل ما بين الثوره والمقاومه الفلسطينيه. هذا النظام يساعد الكيان الصهيوني ويفصل ما بيننا وبين اهلنا في غزه. هنستمر في نضالنا من اجل اسقاط هذا النظام لدعم المقاومه، ونأكد انه كل انتصار للثوره المصريه هو رصاصه في بندقية المقاومة الفلسطينية، وبنشكركم على حضوركم هذا المؤتمر وحضوركم.